موجز لاهم الانباء من القدس دوت كوم رام الله فلسطين اهلا بكم. دعا رئيس الوزراء دكتور سلام فياض رئيس الحكومه المقاله اسماعيل هنيه لرفض الدعوه التي وجهها الرئيس الايراني احمد نجاد لحضور قمه عدم الانحياز المزمع عقدها في العاصمه الايرانيه نهايه الشهر الجاري. واعتبر فياض الدعوه الايرانيه بمثابه محاوله لضرب وحدانيه التمثيل الفلسطيني في اطار منظمه التحرير. اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بالوقوف خلف ما وصفتها بالحملة المسعورة التي يقوم بها وزير خارجية حكومة نتنياهو أفيكدور ليبرمان ضد الرئيس محمود عباس واعتبرت اللجنة في بيان لها أن الحملة ضد القيادة الفلسطينية تستهدف منع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة غادر رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال باب كيرغاي دمشق اليوم مع انتهاء مهمة البعثة التي يرأسها. من جهة أخرى قال المبعوث الأممي الجديد لسوريا الأخضر الإبراهيمي في مستهل لقاء جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك بأنه مرعوب من مهمته. في عمان نقلت قناه العربيه عن مصادر اردنيه بان نائب الرئيس السوري المنشق فاروق الشارع وصل العاصمه الاردنيه يرافقه عدد من كبار الضباط المنشقين أنهى مئات المتظاهرين المصريين صباح اليوم اعتصاما امام الرئاسه الجمهوريه طالبوا خلاله بحل جماعه الاخوان المسلمين وكانت مواجهه محدوده وقعت امس بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي أطلقت المعارضة السورية سراح أحد المحتجزين اللبنانيين لديها منذ أسابيع، وأكدت السلطات التركية دخول المفرج عنه إلى أراضيها اليوم. قالت قوات التحالف الدولية في أفغانستان أن غارة جوية شنها حلف الناتو على شرقي أفغانستان تسببت في مقتل قائد قبلي بحركة طالبان. نهاية الموجز أترككم مع النشرة الرياضية والزميل محمد العدم إلى اللقاء. أهلا بكم إلى الموجز الرياضي من موقع القدس دوت كوم شباب الظاهرية يتوج بطلا لكأس السوبر الفلسطيني بعد فوزه في مباراة نهائية على شقيقه هلال القدس بهدفين مقابل هدف الأمعري يواجه بلاطة مساء اليوم في نهائي بطولة كأس الشهيد أبو عمار على ملعب فيصل الحسيني بالرام اللاعب الألماني ماريو غود يقود فريقه بروسيا دورتموند لفوز صعب على ضيف فيردر بريمان بهدفين لواحد في افتتاحية الدوري الألماني. المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يعرب عن شكواه من قرارات طاقم التحكيم في ذهاب كأس السوبر أمام برشلونة بعد احتساب هدف بيدرو المتسلل. المدافع البرتغالي بيبي يعلن استعداده للمشاركه مع فريقه ريال مدريد في مباراه الغد أمام ختافي بعد تغيبه عن مباراه الكلاسيكو لاصابته بفقدان مؤقت في الذاكره. المدافع الفرنسي ايريكا فيدال نجم برشلونه الاسباني يبدا تدريبات الخفيفه مجددا بعد اربعه اشهر من خضوعه لعمليه زراعه الكبد. وكيل اعمال النجم الكرواتي لوكا مودريتش يؤكد ان لاعبه قد اقترب كثيرا من الانتقال الى ريال مدريد وسيتم الاعلان عن الصفقه في الايام القليله المقبله اخيرا مانشستر يونايتد وليفربول يسعيان الى تصحيح المسار عندما يلعبان في الجوله الثانيه من منافسات الدوري الانجليزي ضد مانشستر سيتي وفولام على التوالي نهاية الموجز الرياضي لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا القدس دوت كوم.